يقول السائل: ما حكم الأناشيد التي تتداولها التسجيلات الإسلامية، وما هو الضابط فيها؟ هذه من اللهو، هذه من اللهو التي شغلت شباب المسلمين والنساء، فالواجب منعها، لأنها شغلت شباب المسلمين، شغلت النساء خاصة، وأشغلتهم عن تلاوة القرآن وعن ذكر الله عز وجل، صاروا يتلذذون بها ويطربون عندها، فهي فتنة في الواقع، يجب منعها. نعم.